الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا وقعة الطف كم عين بك انذرفت وكم إلى الدين من ركن قد انهارا. تزلزلت فيك أرض الله وانسكبت عين السماء دما والعين مدرارا. أفيك يقضون آل المصطفى عطشا والماء طامن، فليت الماء قد غارا ويصبح السبط شلوا فيك تصهره شمس الهجير على الرمضاء أسهارا. تذر الرياح عليه ثم تلبسه ثوبا من الترب غدوانا وأبكارا، وحوله آله صرعا كأنهم بدور تم عليها الترب قد ثارا. يا أقبرا بعراس الطف هجت لنا، يا حزنا يؤجج في أحشائنا أنا. إلا هاج بي شجن ومدمعي سالما عيني مدرا. مدرا لمن ضعون بأرض الطيف سائرة تبغي الشام، وليت الراكب لا سارا. هل لا تمرون بالقتلى نودعهم
ونقضي من ترب الخدين أوطايا صاحت يا وادي كربلاء عنك مشينا. الشباب الشباب انعوا انت ام الحسين انعى انعى هنيئا لكم اصحاب الحاجات. صاحت يا وادي كربلاء عنك مشي بلا يغسل وكفايا يا نخلينا ولي ها غصبا علي سافرت يا نور عينا يا حسين يا المضايا يا من قبل الذبح ما خويا فارق جسمك عثرة ما أدري الحسين يتحمل الجاي يحكي وياه لو ما يتحمل ساعد الله قلبك مولاي أبو علي نظر المجلس فدوة روح لك سيدي أبا عبد الله الكلام يجرحك سيدي فارقت جسمك عثرة والرأس ويايا فاق الرمح مشهور يبرأ للضعين يا يا قل لا خير هوني يا حبيب بقيت ويايا لقعد لعيد جسمك يا نور العين وانعايا لا شن لا ظليت من يبرى ليتا ما يقول مشت الرواحل تحركت الرواحل اليوم يا أصحاب الحاجات تدري وين راح أوديك اليوم أطلعك من كربلة ورجعك الكربلة وين هم أصحاب الدمعة وانهم اصحاب الحاجات يا الله يقول تحركت الرواحل مشت الرواحل مسافة وحاد الضعن يسوق ونياق مهزولة بلا غطاء ولا وطاء وسبايا عرض رسول الله يعز عليك يا أبا عبد الله على نياق مهزولة وإذا بالحاد يسمع يا حاد الضعن يا جمال يا جمال بالله عليك تاجي وقف الجمال قال المن هذا الصوت قال له هاي أم فاقدة الله يساعد الأمهات هاي أم فاقدة تصيح قال منو هي قال له اسمع صاحت يا جمال بالله عليك تاجي على ابني على حلو المحاجي على ابني علي حلوة المحاجي المحاجي أبا قابله واشبع بواجي أشوف وليدي الجمال قال هاي ليلى يلا ليلى انزلي بس لا تتأخرين ورانا سفر طويل اجت ليلى قعدت عد علي الأكبر شافته مقطع مبضع بالسيوف إذ قل شاع اسمك يا يما وشلت بيك الراس قد ما سالفت يا الولد بيك الناس والله بيها توجعها يا الله أمه قاعدة يم الابن والابن منه شباب يما يا يما يا يما يا حبيبة يا يما شاع اسمك يا يما وشلت بيك الراس قد ما سولفت يا الولد بيك الناس محلايتك يا يما بالدرع والطاس من تمشي ويا ابوك وعمك يما محلايتك
يا يما بالدرع والطاس من تمشي يا ابوك وعمك العباس. انا عشت بين الظنون وبين قطع الياس، قلب الوالدة تدرش كثر حساس. الجمال قال يلا ليلى كافي تأخرنا، قل ركبت ليلى على الناقة شوية حركت الرواحل، نادت يا جمال بالله عليك وني. قال هاي من الثانية، قالوا له أمهات هواي عندنا أمهات هواي فاقدات أولاد. يا جمال بالله عليك وني وني، أنا كل مردحات جاسم ابني مهر باهل مدلل تعبني، ردت علي البيت ابني. قال هاي عرفتها، هاي رملة، هاي هم فاقدة شباب رملة، لا تتأخرين دقيقتين. نزلت رملة، الله أكبر، قعدت على راس القاسي، ما عنده راس، جثة مسلوبة. أويلا إذ قل يا بني تهيل علي التراب، التراب التراب، أنا وردتك ترد وحشة الغياب. يا مايا وتبدى طوايام طولك يا شفيد الدمع لو صار سجاب. لا تبرد، عندنا بعد أبيات، عندك حاجة أنت يم الحسين. يلا رملة تأخرنا، صعدت رملة تحركت بعد الرواحل، وإذا بالجمال يسمع يا جمال يا جمال لابنه يرد ودعه. وقف هاي منو لابنها تريد تودع؟ هذول اثنين أمهات بعد أكو، قالوا له هاي مصيبتها أكبر، الأولى شايف الإبن والثانية شايف الإبن، لكن هاي ما شبعت من عنده 6 أشهر عمره. يا أبا عبد الله يا جمال ابنه أرده ودعه، وأنا أردش من أحره ورضعه. أنا أردش من أحرى ورضعي، ما هو ابني بسويد حشاي يرعى. يلا رباب لا تتأخرين، نزلت رباب تقول لي يا ابني يا ابني يا عبد الله يا غالي، أنا بربواك سهرت الليالي، ما حسبت بالدهر تالي أهز بالمهد والمهد أهز بالمهد والمهد تحركت الرواحل. يلا رباب ورانا سفر للشام، صعدي رباب، صعدت رباب. وإذا بالحادي يسمع يا حاد الضعن، قل وين تردون. هذا الطور لازم نذكره، الله يرحم عبد الزهر الكعبي، يرحم كل خدام الحسين، لازم نذكر هذا الطور. الله يرحمك يا عبد الزهر. نادت يا حايد الضعن، قل وين تردون، على جثة أبي ما تمرون. أويلا هاي بنت الحسين. يلا سكينة نزلي بس لا تتأخرين. نادت بويا يا ثار الأبو يا ناس خيمة خيمة يا فيا
على بناته وحريمه يا هوايا يا ولدي والله ضيمه نصير من زغريتي اويلي واويلا. هذني بعد ابيات اللي ما احترق قلبه هسه يحترق واللي ما بكى براحته هسه راح يبكي. تحركت الرواحل واذا بالحادي يسمع صوتي يفسر الصخر يوجع القلب. سيدي ابا عبد الله من رخصتك اريد احكي بعد هاي هنا يوجع قلبك سيدي سامحنا يا حسين. نادت يا حاد الضعن عباس مر مال قلب امشي وخلي يا حاد الضعن عباس مر بي انا مالي قلب امشي وخليه. نايدت اخوي الشفية وعتبي عليه يا اهي يا قل الضعن يا اهلي باري. قال الحادي بعد ما عندي وقت هاي منه قالوا له هاي عميدة الركب الحسيني هاي زينب. قال كل النساء نزلين هذه زينب الكبيرة لازم تنزل. نزلت زينب يقول ودعت عين على العلقمي وعين هنا عند أبو الأحرار والنوب صعدت على الناقة عين على العلقمي وعين على الحسين وجهت وجهها نحو جسد الحسين تقول له وداعت الله يا عيوني يا بنايدت ودعتك الله يا عيوني يردون علك ياخذوني اخويا يا زجر اخو اللي باروني انا ندبت اخوتي وما جاوبوني يا اهل الحمية ما تجوني اي من عيد الاعاد تخايب اي اللصق. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون. من كلام لسيدتنا زينب عليها سلام الله ليلة الحادي عشر من المحرم لابن أخيها زين العابدين إذ قالت ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية أهلي فوالله العهد منه إلى جدك وأبيك وسينصبها هنا لقبر أبيك علم في الطهف على كرور الليالي والأيام وليجتهدن أئمة الجور وأشياع الضلال على محوه وتطميسه فلا يزداد إلا علوا. مضان استجابة الدعاء تحت قبة أبي عبد الله الحسين أصحاب الحاجات الصعبة لقضاء حاجاتكم ولشفاء مرضاكم ولسلامتكم عطروا مجلسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. التاريخ أو الحدث التاريخي يتكون من صانع وناقل وناقد
أي حدث تاريخي لا يعتبر حدث حتى تتكون به تلك المؤهلات الثلاث: ناقل، صانع، وناقل وناقد. إذا الصانع هو اللي يتبلور، يتبنى بلورة الفكرة التاريخية، مثل ربما حدث ملحمي، حدث سفر، حدث مثلا جهادي، حدث إلى آخره، أي حدث تاريخي تحت أي مسمى من المسميات وتحت أي عنوان من العناوين يحتاج واحد صانع. اثنين، الناقل، والناقل بشر، والبشر يكتب بيده قلم، والقلم يخطئ ويصيب. وإحنا عندنا العرب هم عندنا خوش قاعدة: حب وحكي وكره وحكي. إذا بغض النظر عن حب وحكي وكره وحكي، أكو ما في مؤرخ وما في كاتب لا يخشى في كتاباته وطأة السلطان، يكون يراعي مشاعر الحكومة، يكون يراعي مشاعر الدولة في كتاباته. إلى الآن لما أي باحث سواء منصف أو غير منصف إذا يريد يكتب لازم أن يراعي مشاعر السلطان ومشاعر الحكومة ومشاعر السلطة، سواء كانت شرعية أو غير شرعية. المهم الناقل قلنا لازم يراعي حرمة الدولة أو مسؤولية الدولة. يبقى عندنا الناقد، الناقد اللي هو ملاعب بالساحة بل متفرج. الناقد دوره بالتاريخ أهم من الناقل. ليش؟ لأن الناقد هو اللي يدقق، هو اللي يمحص، هو اللي يتأكد، حتى بعدين بالتالي يفرز من التاريخ الغث من السمين. ليش؟ لأن التاريخ بحر رهيب يحفظ النادر العزيز إلى جانب التافه المبتذل. وخصوصا احنا تاريخنا تاريخ العرب، ترى كل حضارات الدنيا وكل تواريخ العالم تاريخهم تاريخ قادة، إلا احنا العرب تاريخنا، كل تاريخ العالم عفوا تاريخ شعوب، إلا تاريخنا تاريخ قادة. ولكن أي قادة؟ يا ريت لو يسلط الضوء على القائد الفذ الضرورة المهم فعلا، ولكن لا، هي المقادير تجري في أعنتها. اصبر فليس لها شأن على حالي، تريك يوما خسيس القوم ترفعه إلى السماء ويوما تنزل العالي. دائما نرفع خسيس القوم ونخليه رمز للعرب، نخليه شعار للعرب مثل ما موجود في تاريخنا. المهم ثورة أبي عبد الله الحسين لم تكن وليدة صدفة، أفرزتها إفرازات سنة 61 للهجرة من خلال ظروف إقليمية أو دولية فرضت على الحسين من محض صدفة أن ينهض بوجه يزيد. أبداً لا تتصور هذا المفهوم، وإنما ثورة بمعطياتها بمؤهلاتها بما تحمل هذه الكلمة من معنى خططت لها السماء تخطيط مسبق. والدليل الحسين طرح الطرح بالساحة، الطرح اللي طرحه شنو؟ طرح المقدمات، وبالطرف الثاني طرح النتائج. مقدمات أكو ونتائج أكو، ولكن من الذي يفقه فكرة طرح الحسين؟ هنا المشكلة، هنا علامة الاستفهام. أنت تدري عظمة ثورة الحسين؟ كبار المفكرين وكبار العلماء تقزموا أمام المبدأ الذي حمله أبي عبد الله الحسين، هسه سواء من عاصره في وقته أم في الوقت الحاضر. خلنا أضرب لك مثال من الوقت الحاضر. قبل سنتين ثلاث واحد من مراجع النجف الأشرف، الله يحفظ كل مراجعنا، واحد من مراجع النجف الأشرف اجتمع قبل موسم محرم بمجموعة من الخطباء والمبلغين، قال لهم علموا الناس من هو الحسين، زرعوا في الناس أهداف الحسين، ذوبوا الناس على حب الحسين، علموهم على طريق الحسين، ولكن بشرط بلغوا الناس، قلوا لهم احنا دنحكي لكم عن الحسين وفق مداركنا، وفق ما يستوعب عقلي انا جاي اسولف لك عن الحسين، واما اذا اردنا ان نفهم عاشوراء او كربلاء على قدر صاحب المصيبة، يعني على قدر الحسين، فلا انا، والمتكلم مرجع تقليد مو انسان عادي، فلا أنا ولا ملايين من أمثال الشيخ الأنصاري والطوسي والشريف الرضي والمرتضى والمفيد لا نستطيع أن نصل إلى قطرة في صحراء ذلك العبد الأسود الذي أبنه الحسين يوم عاشوراء. ما نقدر نستوعب الفكرة. من العصر الحديث هذه شهادة أحد المراجع، ممن عاصروا الحسين ما يختلفون اثنين على عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، عبد الله بن عباس حبر الأمة، عبد الله بن عباس يفقه من القرآن تأويله وتنزيله ونسخه ومنسوخه،
عبد الله بن عباس حتى الآيات التي نزلت في آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم كان يجهر بها على العلن. كل هالكم الهائل من العلم اللي عند عبد الله بن عباس لكن ما قدر يترجم خروج الحسين. والدليل شنو؟ الدليل لما طلع الحسين شنو قال له؟ هو قال له إلى أين تتجه؟ قال شاء الله أن يراني قتيلا. لكن هذا المفهوم عبد الله بن عباس ما قدر يستوعبه أنه فعلا الحسين ده يتكلم، لو لا ده يتعاطف مع الفكرة، لو يريد ينمي طاقات خلينا نقول إعلامية لنصرته أو لثورته. قال له شاء الله أن يراني قتيلا. قال له زين ما معنى حملك العيال ذولا وين تريد بيهم؟ قال شاء الله أن يراهن سبايا. إذن الطرح اللي طرحه أبو الشهداء بالساحة بمقدمات وبنتائج. إذن غربان معاوية وغربان الدولة الأموية والإعلام اللي طبل القائل أن الحسين طالع يطلب دولة، طالع يطلب كرسي، لا لا، هو الحسين أصلا طالع بدولة مترامية الأطراف. الحسين موقف من مواقف أبي عبد الله الحسين يتقزم أمامه أعتى وأكبر إصلاحي العالم، أكبر إصلاحي العالم يتقزمون أمام أهداف وإنسانية أبي عبد الله الحسين. مو يجي قد جيش الحر بن يزيد الرياح رضوان الله عليه، التاريخ ايش ذكر انه 1000 فارس بقيادة الحر بن يزيد الرياحي اجوا يصيحون العطش، أبو عبد الله طالع بدولة، هذول 1000 فارس كلهم سقاهم، مو بس سقاهم ورشف خيوله، مو يخلون على ظهر الخيل مي لأن حارة وتشرب الخيل وتترشف بالدولة اللي طالع بها الحسين. ويجي بالتالي واحد من أخس الناس اسمع علي بن الطعان ألا لعنة الله على كل ظالم، يجي من بعيد يصيح أين الحسين؟ فقد حال الغضب بيني وبين السماء، حال الغضب والعطش بيني وبين السماء كالدخان. حسين قال جيبوه، باوع عيونه حمر مستشيط غيظ عطشان. قال له أوقف، أناخ الراحلة ووضع الماء في الركوة وصار ينطي رشفة رشفة، لأن علميا إذا أنت جدا عطشان وتشرب الماء جرعة واحدة ممكن تفقد عيونك، ممكن تفقد بصرك. الحسين خاف على حتى على بصر اللعين ابن اللعين، سقاه الماء جرعة بعد جرعة. بالتالي هذا علي بن الطعان واحد يقول أنا شفت الحسين يوم عاشوراء مثخن بالجراحات، 1900 جراحة في بدنه الشريف، يفحص برجله الأرض، يقوم يوقع يقوم يوقع وينادي وحق جدي رسول الله عطشان وحق أمي فاطمة عطشان. واحد يقول أنا قلت إسا هذا الرجل يحتضر بعد وطالع من الدنيا، أخو أكيدا مو من الإنصاف، لو كان من الترك أو الديلم هم شاء وقفنا له، مو من الإنصاف أنا أعوف يصيح وحق جدي رسول الله عطشان. يقول رحت للنهر حملت ركوة ماء وتوجهت عليه، إجاني علي بن الطعان، شوفوا هل جزاء الإحسان إلا علي بن الطعان. قال لي تعال وين تريد؟ قلت له هذا الرجل محتضر، ستهنيئا لكم، مبروك عليكم، فزتوا وظفرتوا وسلبتوا وبكتوا وحركتوا كل شيء سويتوا، بس هذا الرجل ده يحتضر وده تشوفه أنت يقوم ويوقع رشفة مي. يقول لي يعني تريد تسقي مي؟ قلت بلى. أخذ مني الركوة وضربها على الأرض وقال لي والله لي يشرب حتى يرد الحامية. هذول مزابل التاريخ، هذول الأوباش، هاي الأمة اللي يقول لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، هي هاي الأمة. يقول له واحد من المبغضين يقول له يا رسول الله من قربانا أم قرباك؟ قال لا بل قرباي. قال ومن قرباك؟ قال علي وفاطمة وابناهما. هذول حفظوهم، تروا من قال حافظوا عليهم؟ مو على حسابهم، مو حبا لهم، مو لمصلحة أهل البيت، وإلا ما يا مسلمين لمصلحتنا إحنا حفاظا على الأمة من الضياع. ولذلك الأمة لما خالفت خط أهل البيت صارت 73 فرقة، وكل قطيع من المال غنم حاط له واحد راعي يسوق بيه على صفحة. أجلكم الله، لسان رسول الله واضح، كتب إخواننا العامة تقول يا علي أنت وشيعتك الفائزون، أنت ليش وجه عدو بها واستيقنتا أنفسهم؟ تعال إلى الدليل، ليش سباب وشتائم وتكفير وتفجير وتهجير وقتل ولغة الدم؟ يا أخي هذه مو أهداف مسلم يا أخي، هاي أهداف بلطجي ابن شارع، مكرهت الناس بالدين والله شردتهم عن الدين مسافة مليون متر. كافي كافي، يعني حتى على المقدسات لا تشركوا، حج يا حاج وعابد القبور وعابد ومزين شواربه ولحيته بالموس ولابس لقلبية كأنه مخبله وينام يمك يشخر ويقعد يصلي قبل صاح الأذان الله أكبر. ما قلت لك غلط،
ليش؟ لأن لما تدرس بالفقه المقارن عندهم بعض المذاهب النوم مو من نواقض الوضوء. ما قلت لك غلط، أقيم رأيك وأحترمك، بس أقول أن هذا ما ينسجم مع رأيي، لأنه أنا عندي النوم من نواقض الوضوء، أنت ما عندك النوم، ليش أنت تكفرني؟ صير بدليل علمي. كفر وعبدت حجر وعبدت حد، الكافي. وين الكفر؟ هذا الحسين وهي زيارته، مو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مو هيك زرت الحسين لولا أنا غلطان؟ مو هاي زيارة الحسين؟ إيه وين الكفر؟ وين الشرك اللي بيها؟ شو انطيني إياه؟ ما أنا جاي أتقرب، الله يقول وابتغوا إليه الوسيلة، أنا أتقرب إلى الله بالحسين، ولكن هو صراع بين وبين، بين وبين صراع، خط خطه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قلت لك مفهوم ثورة الحسين ما أحد يعرف معطياتها. الحسين طرح على الساحة المقدمات، وطرح على الساحة النتائج، وطلع بهالكوكب الطيب الطاهرة. شنو يريد يسوي؟ يريد ديمومة الدين، أتخطر الفكر الشيوعي، الفكر الشيوعي ستالين اللي سقط حكم هتلر، اللي قاري منكم بالتاريخ الحديث يعرف ستالين. طبعا الفكر الشيوعي أخطأ خطأ فادح، لأنه إحنا عدنا حتى علميا كل الملل والنحل، كل إنسان إخواني، حتى المجرم، حتى الضال، حتى العاصي، أكو نداء بداخله يهفو إلى الله. لازم أكو شيء بداخله يقول له أكو الله، أكو شيء بداخله طبعا يأخذ أو يؤاخذ بروحه أو يتجه بروحه إلى القوة المطلقة. فرد يوم لما انتشر الفكر الشيوعي في روسيا، الخطأ الفادح اللي سووه شنو؟ المساجد حولوها إلى مراقص وملاهي، الحسينيات حولوها إلى اسطبل مال خيل وريسز سباق، ريسز قمار وشيء، ولكن بقى الناس يتجهون إلى الله. أكو نهر اسمه نهر أرس، حدود إيران روسيا، اللي واردة قصة في القرآن الكريم اسمها وأصحاب، لما يقول القرآن الكريم وأصحاب الرس، أصحاب الرس ذولا نبي من أنبياء بني إسرائيل اسمه حنظلة. أنا جاي أختصر لك بالوقائع التاريخية، نبي من أنبياء بني إسرائيل اسمه حنظلة، حنظلة دعاهم إلى الله. شوفوا يا إخواني الأنبياء إيش قد تحملوا، يلا وصلوا لنا كلمة الوحدانية إلى الله، يلا شفونا شر أبو جهل وأبو لهب وأصنام. نبي الله حنظلة وصلت المرحلة أن خلعوا فروة رأسه، قومه الأمة خلعوا فروة رأسه، سلخوها سلخ وجابوه إلى بير، والبير بمسامير قوية، ورسوه في داخل البير ورموا على صدره صخرة كبيرة. شوف أنت تصور المنظر شنو سووا به هذولا، الله يلعنهم في القرآن الكريم، أصحاب الرأس يسميهم. نهر أرس، الجو بارد جدا، درجة الحرارة توصل إلى 20 تحت الصفر. قاموا المواطنين الروس اللي ملوا من حياة الحيوان، مراقص وملاهي وريسز ودق ورقص وطرب، قاموا يروحون لذاك المكان، الحدود الروسية الإيرانية، إلى نهر إرس 20 درجة تحت الصفر برد، يطلبون تربة الحسين، يطلبون مفاتيح الجنان، يطلبون القرآن الكريم، يطلبون معلمين يعلموهم على الدين. إذن الإنسان يدور على الله، مو فقط هذول، حتى قلت لك حتى الشواذ اكو نداء بداخله. شوف هذا خروشوف، خروشوف واحد من كبار مؤسسي فكرة الشيوعية، وواحد من كبار مؤسسي تلك الحركة الماسونية اللي تبيد المساجد وتبيد الحسينيات وتبيح للناس الخمر والقمار. خروشوف يذكر واحد من أصحابه عنده مذكرات عليه، يقول ركبنا أنا وخروشوف في طيارة مسافرين من الاتحاد السوفيتي إلى مكان آخر، يقول بالطريق اللي راكب منكم طيران يعرفكم مطبات هوائية، تصير شوية تتحرك الطيارة، اللي قلبه رتشيش خصوصا اللي مثل خروشوف ما عنده الله. وهذه قاعدة إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خاف الله، شوي ركز، من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. انت تخاف الله كل شيء يحسب لك حساب، صير لك سطوه وهيبه، الكل انت بعد ما تخاف من شيء الكل يقوم يحسب لك حساب، لكن اذا انت ما تخاف الله لا ابدا، حتى من النمله تقوم تخاف، من البعوضه تخاف، من الذبانه تخاف، من القطه تخاف. الله يزرع الرعب في قلب الذي لا يخافه، هذا هم كان ما يخاف الله لعين.
شوية مطبات هوائية وقف قلبه صار وجهه أصفر قال أنقذنا يا رب السماء. هذا صاحبه أبو المذكرات يقول أنا ما حكيته. وصلنا إلى المكان المعين، نزلنا من الطيارة، قلت له تعال أنت تقول الله ماكو، نظريات فرويد وداروين اللي يتغص إلى الآن حتى بعض جامعات تدرسها، نظريات النشوء والارتقاء، أنتوا فكركم يقول إحنا خلقنا من الطبيعة، شون أكو طبيعة وشون تصيح يا رب السماء؟ قال لا تلمني، لقد تعلقت نفسي بشيء أجهله، روحي شلبت بفرد شيء أنا ما أعرف شنو هو، وهذا هو الله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بس هو مخوش آدمي. المهم ستالين قالهم لا يستتب الأمر لكم، لأن ستالين كان مفكر أو مخطط أنه يأخذ العالم كله حتى تقضون على دين اسمه الإسلام وعلى أناس اسمهم مسلمون، إذا ما تقضون على الإسلام وعلى المسلمين ما راح تسيطرون على شيء. كلام حلو. طلعوا الجماعة ربع عفلق والبعث المقبور تذكروهم، يقول لك ارحم البعثية مش خلف شعبان بقلب رمضان، ما أدري شفت الإعلام مال العتبة الإخوان فرقة النصر، نعاهد السيد اللعين ابن اللعين على أن لا نزور الحسين ونمنع كل من يروم زيارته. تالي وين هو وين انتو؟ مزابل للتاريخ. هذا الحسين وانتو تاليكم تالي معاوية. لا اله الا الله. اذكروا محمد وآل محمد، اذكروا محمد وآل محمد. فهذا قالهم اقضوا على الاسلام. طلعوا ذول الجلاوزة الى قرية طاجكستان، إلى باد كوبا، إلى دينكاوا، الأماكن المحيطة، ما خلوا لك حتى الرضيع ذبحوه، حتى المرن انقتلت اللي تقول لا إله إلا الله. بالتالي رجعوا دخلوا على ستالين قالوا له خلاص كل واحد مسلم بالقرى المحيطة ذبحناه. قالهم لا أنتوا غلطانين. قالوا لي ليش؟ قالهم لأن أنا قرأت تاريخ الإسلام ظاهرا ما راح نقدر نقضي عليه. قالوا لي ليش؟ قلهم لأن الفكرة مو هنا مرتبطة، بعيد عليكم. قالوا لوين؟ قلهم إذا أردتم أن تقضون على الإسلام لابد أن تقضون على مدينة اسمها كربلاء. لا شغل صلى الله عليه وسلم، لازم تقضون على كربلاء. وشنو يقصد بكربلاء؟ يقصد هالبطر الطاهر، لأنه أنت لا تتوقع ترى الحسين جثة هامدة تحت التراب. الحسين عطاء يتفجر، الحسين صرخ في ضمائر الأحرار، الحسين نصرة للمظلوم بوجه الظالم. هنا تتطبق المقولة وتتجلى أن الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء. إذن الحسين حافظ على ديمومة الإسلام الأولى، لأنه في وقت شوف أن 3 سنوات حكم يزيد و6 أشهر، بعض يقول 4 أشهر، بعض يقول لا 4، بعض يقول 3 سنوات، ما في سنة من السنين ما بيهاتك حرمة. ولذلك انتفض أبو الشهداء. ليش قلت لك انطى المقدمات وانطى النتائج؟ أول سنة هالدماء الزكية، السنة الثانية ضرب الكعبة بالمنجنيق، والسنة الثالثة شنو سوى؟ السنة الثالثة حدث ولا حرج. السنة الثالثة شوف أكثر من كتب في قتل المسلمين والمشركين، يعني الدعوة قامت على يد المصطفى صلى الله عليه وآله بين الدعوة السلمية وبين الكفاح المسلح 23 سنة. الدعوة تنطي إفرازات خو أكيدين، لازم أكو ضحايا، أكو شهداء مسلمين، أكو قتلى من الكفار أو من المشركين. أكثر 2 محققين بالتاريخ وتابعين جامعة الدول العربية طبعا كتبوا، واحد محمد علي الغزالي اللي دارس منكم بالأكاديمية تاريخ يعرف شنو أنا أحكي، محمد علي الغزالي المصري، والثاني كاتب باكستاني اسمه أبو الأعلى المودودي. هذول 2 يختلفون بعشرات. أبو الأعلى المودودي يقول اللي انقتلوا إحصائية كاملة ب23 سنة دماء قام عليه الإسلام من شهداء مسلمين من قتلى مشركين 1018. هذا الكاتب الباكستاني. محمد علي الغزالي المصري يقول لا 1004، 1004 أو 1018 قام عليهم 23 سنة قام عليهم الإسلام. ذولا يزيد
بكرة وحدة ذابح أكثر من 10,000. زين، كلهم من أهل لا إله إلا الله. في واقعة الحرة، اسأل اقرأ عن واقعة الحرة. واقعة الحرة اللي نهض بها عبد الله بن حنظلة ابن عامر رضوان الله تعالى عليه، ابن غسيل الملائكة، يوم أحد حنظلة ابن عامر لما قتل رسول الله صلى الله عليه وآله اجى تولى القتلى بيديه الكريمتين، اجل حنظلة ابن عامر قالهم هذا كفنوه لا تغسلوه. قالوا له ليش يا رسول الله؟ قال لأن هذا الرجل رأيت الملائكة تغسله. قالوا له شنو السر؟ بس هو الملائكة تغسله. قالهم هو يعرف، بس قالهم اسألوا أهل أفضل. ذهبوا فسألوا زوجته، فقالت زوجته لثلاث خلونا قد تزوجنا، صارنا 3 ليالي من تزوجنا، وكان قد واقع عن الفراش فسمع بواعية الجهاد فخرج يقاتل قبل أن يغتسل. شوف كرامة الشهيد، لما قتل الله سبحانه هيئ له ملائكة تغسله. ابن هذن الليالي الثلاث عبد الله، الله رزقه 8 أولاد، أول ما رجع قال والله لو لم يكن معي إلا أولادي الثمانية لجاهدت بهم يزيد. ليش؟ قال والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى من السماء بحجارة، ولئن رجل يدنو إلى المحارم لجدير بأن يقاتل. سمعت يزيد شنو كان يسوي؟ يدنو إلى المحارم، خمار، يلعب القمار، يجالس اللصوص، صديق أبو قيس القرد، ما مخلي لم يدع لله حرمة إلا وانتهكها. بس يزيد وغير يزيد ويزيد العصر هدام اللعين، ذولا من اللي سواهم؟ تعرف من اللي سواهم؟ ترى احنا سويناه، مو ترى لا حد يذب الكرة بس بملعب البعثية والقادة والدول، ترى احنا اللي نسوي الظالم واحنا اللي نسوي الخوش آدمي. وما ظلمناهم ولكن هم كانوا أنفسهم يظلمون، احنا اللي نسويهم. نطبل طلعت الهدام العالم كانت تلفت، مو دبج ماكو، طلع صعد للشمس لبس تراجيها. إذا منو؟ احنا اللي صنعنا. يزيد يجي شاعر مخنث يشتم عليا وينال من آل علي، وغناء وطرب، وينزل له يزيد يقبل من راسه إلى أخمص قدمه إلى حتى مكانات المكان المقدس ما أذكره، يقبل بيهن ويشيل الجبة ينطيه إياه. يطلع الشاعر المخنث ماخذ الجبة يوديها لبيته، يوم 2 3 5 أصدقاء شوفوا ما لابسها، قالوا له الجبة اللي أهداك إياها أمير كذا يزيد وينها؟ قال نثرت عليها شيء من السعد، يعني عطر، وادخرتها ليوم هلاكي، اليوم وفاته، وقلت لهم كفنوني بها حتى تكون درعا واقيا لي من النار، لأنها هدية أمير الكلام. جبة مع الخمر تصير لدرع واقي من النار. هم هذول، هذول اللي صنعوا ذولا. فبالتالي واقعة الحرة حبيبي 10,000 بقيادة مسرف بن عقبة المري عليه لعنة الله، 10,000 نفر. التصور في واقعة الحرة بعدها بسنة أكثر من 2000 ولد زنا ولدوا، بعض الروايات تقول 4,000، مو احتلال، ينطي إفرازات، استجيروا بالله وإياكم. هذول دخلوا وكأنما من الترك أو الديلم أو اليهود أو النصارى، أكثر من 2000 ولد زنا ولدوا. بعد واقعة الحرة بسنة سنتين لما تجي، نسأل الله أن يحفظ أعراضنا جميعا بحق الحسين، لما تجي أنت تخطب من واحد بنتي يقول لك عمي أنا بنتي أعطيك إياها، بس أنت استر علي أنا ما أدري بنتي طاحت تحت وطأ الجيش يزيد لو لا. أكثر من 700 صحابي من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، وصلت الدماء إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله. هذا يزيد، ولذلك انتفض أبو الشهداء، طلع أبو الأحرار وما قاصد دولة وما قاصد كرسي، وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا شختار الحسين اختار أو آثر أن يتربع على شغاف قلوبنا. ولذلك زينب شنو تقول للإمام زين العابدين؟ ذكرت لك في بداية حديثي، مالي أراك تجود بنفسك يا بقية أهلي. والحديث إيش وقت؟ ليلة 11 محرم، أحلك ظرف، ليلة وحشة، مقدمين الأحبة والأخلة والقرابين والإخوان، وقعدة زينب تباوع عليه، عليل يجود بنفسه، ينوء بعنقه، محدودة بالظهر، مصفر اللون، مرتعد الفرائص، جبينه يتصبب عرقا،
وقلت لمالي أراك تجود بنفسك يا بقية أهلي، فوالله إنه لعهد منه إلى جدك وأبيك، وسينصب ها هنا لقبر أبيك علم في الطف على كرور الليالي والأيام، وليجتهدن أئمة الجور وأشياع الضلال شقد اجتهدوا على أن يمحون قبر الحسين. مو ترى محي قبر الحسين، لا تتوقع ما كان ممحي، فترة من الفترات محي قبر الحسين، ذاك الرجل بائع العطر يطلع من الكوفة يصيح يلا أنا أوديكم، شلون سا إخواننا من الخليج الله يحفظهم ومن بلدان أوروبا ومن بلدان غير العراق جايين إلى قبر الحسين، هذاك كان يسوي جايين في حملات، هذا هم ما تنقلهم تعالوا أسوي لكم حملة نزور الحسين، قالوا له قبر الحسين مخفي، قالهم لا أنا أندل لوين تعالوا امشوا، جابهم وصل إلى الكربلاء، أجا قالهم تعالوا هذا قبر الحسين، قال له أوقف شون عرفت هذا قبر الحسين، قالهم أنا بائع عطر بائع طيب صار لي 20 سنة أبيع عطر وخبير بالعطر، والله إن ثرى الحسين مو العطر الذي في تراب الحسين ما شممته في روائح الدنيا قط، العطر اللي بتراب الحسين والله ما شامه بغير مكان، يريد ليخفوا قبره عن محبه وطيب تراب القبر دل على القبر، وبالتالي المتوكل العباسي شنو سوى بآبائكم؟ قتل أخذ الضرائب بالقتل، قبلها قطع الأكف، تتسابق الشباب واحد قبل الثاني، تعال اقطع ايدي خليني أروح أن أزور ابن الزهراء، تتسابق الأبطال اقطع ايدي أروح أن أقر عين سيدتي فاطمة، هم ذاك اليوم لا أكو مستحضرات طبية، لا أكو مخدر، لا أكو تعقيم، لا أكو مثل ما أكو الآن، تدري كانوا يسوون الشبيبة يجيبون سمن دهن زيت، يجيبون قدر كبير يترسو دهن، وهذا تجي تنقطع إيده يريد الدم يتخثر لأن يموت من النزف، يجيب إيده بحرارة الدهن يخلي إيده حتى يتخثر الدم، ويجي فرحان منطع عضو من أعضاء أو جاي للحسين يرمي نفسه على أعتاب أبي عبد الله، يا أبا عبد الله سيدي شنو هالحب اللي غرست في نفوس الناس، شنو هالجنون، شنو هالعشق إلى مرحلة الجنون بحبك سيدي يا أبا الشهداء، قالوا ضرائب ناخذ، ينقتل واحد يزورون 9 قبول، قالوا لا 50-50 خمسة يموتون 5 يزورون، قالوا ما يخالف، بالتالي ما فيها ما انقطع، جابوا بغال لتحرث قبر الحسين متوكل العباسي، والله أكو حيوانات أجلكم الله واي أفضل من أشباه بشر، البغال وكزوها بالرماح أحسب ضربوها بالسياط ما تحركت، دفعوها ما مشت وكزوها بالرماح، الدماء تشخب من البغال ولم تتجرأ على حرث قبر الحسين، أيهما أفضل عند الله، هذا البغل اللي عرف قداسة الحسين لو المتوكل العباسي، وافترت الدنيا وجدتك أيام البعث المقبور اللي الآن دي يطبلون أولاده، شفت انت بعد البزول انطارد من بزل البزل، خاف اخواننا الخليجيين ما يدرون ايش كان بينا، خاف اللي من اوروبا ما يدرون ايش كان بينا، من بزل البزل ومن مكان المكان، والله اتخطر 96 أو 97 شفت مرة عجوز على ذيك الباب، الباب اللي منك دخلت على الحسين لافة رجليها بكياس نايلون، سيدي ابا عبد الله هاي المرة انت تشفع لها وان ان شاء الله، سبعد يمكن ماتت الله يرحمها او عدل الله يكتب عليها السلامة، اجت مرة عجوز رجليها جاريات دم لان كانت تمشي بالبزل، اكو شوك واكو قزاز وحصب رجليها يجي دم، لافتهن على ليق نايلون واكياس ودخلت علي من الباب، منك انا سمعتها تقول لي سيدي ابا عبد الله من السماء ولهنا اجي يتدور عليك، مشي عليك امك الزهرة الزكية تدور علي مثل ما انا جيت تدور عليك، الله أكبر، قل له أنا من السماء ولهنا أجيت أدور عليك يا حسين، سيدي أبا عبد الله باكر لا تنساني باكر هم أريدك تدور علي مثل ما أنا جاي أدور علي، وصد للمحشر وعايل للحسين موج بينادي شفيع المذنبين، الله يرحم أحد العلماء اللي أعدمهم الطاغية رحمة الله عليه الشيخ مرتضى البروجردي،
شيخ البروجردي على الله مقامه، طبعا هي مع القافلة مع هالكوكب الحسينية شيخ على الغرب وشيء، واحد من طلاب شيخ مرتضى يقول أنا أقعد معه في حلقة الدرس الفقه الاستدلالي، اللي دارس بالحوزة يعرف يعني البحث الخارج، يقول في درس الفقه الاستدلالي، يقول فرد يوم دخل علينا شيخ مرتضى أول ما قعد قبل أن يقرأ الدرس الفقه الاستدلالي أو البحث الخارج، أول ما قعد صاح أمرر على قبر الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظما ما زلت من وطفاء ساكبة روية، وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية، وابكي المطهر للمطهر والمطهرة النقية كبكاء معولة أتت يوما لواحدها المنية. الله يا ابن المرتضى ماذا لقيت من الرزية تبقى ولا الأعلام آخذة لثارك من أمية، وتموت لا عين مضمخة ولا كبد روية. الآخر الأبيات يقريها بطريقة لكن هو صوت ما عنده. ثاني يوم قرأ غير قصيدة، ثالث يوم، رابع يوم، خامس يوم، قلت له شيخنا عندي سؤال. قال لي اسأل. قلت له معادتك، أنا صار سنوات أدرس عندك الفقه الاستدلالي، معادتك تجي تقرأ أبيات نعي قبل المجلس؟ يقول دنك بكى بكاء شديدا. خليته يبكي، قلت لازم عنده موقف. لما فرغ من البكاء التفت لي قال لي قبل خمس ست ليالي في عالم الرؤيا شفت القيامة قامت، وهذه رؤيا العالم خو أكيدا تكون واقعية وصحيحة، شفت القيامة قامت وأربعة عشر باب إذني أبواب بهن حساب، نور الناس إليكم وحسابهم أنتوا تحاسبوا، 14 باب. قل جيت أنا شفت باب قالوا لي تعال أنت هذا سراك منا على هاي الباب، يقول باوعة لقيت طابور طويل عريض، هذول منو؟ قالوا لي هذا طابور العلماء يتولى حسابهم جعفر ابن محمد الصادق. يقول رحت أريد أن أباوع منو هذا اللي دي يحاسبهم الإمام الصادق، ويا منو دي يحكي؟ شوف الشيخ المفيد على الله مقامه قبل كم سنة متوفي، يقول الإمام الصادق كان استوى يحاسب الشيخ المفيد على مسألة فقهية أفتى بها، قال لها شنو دليلك؟ شون أفتيت؟ على شنو استنديت؟ على أي مصدر؟ شون جتك هاي الفتوى؟ الشيخ المفيد دي يحاسب الإمام الصادق سلام الله عليه. عجيب. قلت لعد هذا الشيخ المفيد بعده إلى الآن مو مخلص، أنا شو وقت يوصلني السرة؟ يقول التفتت يمنى شفت باب إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون أفواج، هذول دي يجون. يقول ركضت أريد أدخل ويا ذول الأفواج، ذول يطاردون يطبون بلا حساب وبلا كتاب، رجل ذو هيبة عليه سيماء الصالحين والنور يسطع من غرته، هو يأشر بيمنته يصيح ادخل ادخل فوت روح بلا حساب. يقول اجيت انا اريد ادخل قبل لا اوصل هذا الرجل، اكو واحد حط يده بصدري قال لي وقف انت وين تريد؟ قلت له اريد ادخل ويا الناس. قال لا هاي مو كل واحد يدخل الباب، عمن اللي يدخل؟ قال هذول اللي يدخلون الباكين والناعين والباذلين، هاي الباب المن؟ هاي الباب الخدام الحسين. هنيئا لكم يا من تخدمون الحسين، يا من تبكون على الحسين، يا من تحيون عزاء الحسين. قل له أنا شفت هاي الرؤية بعد قعدت أنا خلص ما عندي إلا أن أقرأ أبيات وأسأل من الله أن يقبلني من خدام الحسين، ولا تتوقع دمعة رايحة، لا تتوقع كلمة رايحة، لا تتوقع حضور رايح أبدا، ما هو شيء يروح. ذاك اللي يقول أنا إجيت يوم من الأيام طلع في بيتي محتاج إلى، والقصص كثيرة طبعا، إلى كيلو شكر يعني سكر، طلعت يقول اشتريت سكر للبيت وأنا جاي متوجه بيدي الشكر ورايح أريد أدخل إلى بيتي، شفت مجلس تعزية شلون هاي الوجوه الطيبة قاعدة الآن، خطيب ده يقرأ، قلت أنا ألحق أوصل لبيتي خليني أقعد أسمع تعزية استثاب دمعة سالفة. قل قعدت في مجلس العزاء، خلص الخطيب المجلس، عادة بيوتنا في النجف في كربلاء كذا بعد التعزية نوزع شاي، جابوا استكان الشاي خلوه قدامي أشرب الشاي، الاستكان ما تمر،
يقول قلت السعيب مو لطيف اصيح لمو المجلس، انا عندي كيلو شكر، ليش اقول له تعال وروح جيب لي وكذا وزحمه. فتحت الكيس مال الشكر، طلعت شويه، خليت البلستكان حتى يصير حلو، وشربت الشاي ورحت البيت. يقول نمت في عالم الرؤيا، شفت المولى ابي عبد الله الحسين. حبيب سجلنا يا حبيب مروتك، حبيب يسجل الباكي والزاير. وعلي الأكبر فرد اختصاص سلام الله عليه، علي الأكبر يسجل الباذل. الإمام الباقر سلام الله عليه، لدرهم ينفق بحب جدي الحسين أفضل عند الله من ألف 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 درهم. الباذل قل أنا شفت علي الأكبر يسجل الباذلين. يقول الإمام الحسين يقول له سجل هذا أبو الموكب، هذا ما أعرف شنو، هذا هذا هذا. يقول وصل إلي اجتازني علي الأكبر، قال لي لا سجل هذا. يقول علي الأكبر سلام الله عليه قال لا بوي، هذا لا صاحب موكب ولا دافع من كيسه ولا مسوي تعزية ولا، ليش أسجله؟ قال لا مو هذا إجازتي، كانت شاي مر وطلع من شكر بيته وخلع الشاي، هذا الشكر محسوب علي، سجله من الباذلين. هذا كرم الحسين. يا أبا عبد الله كلنا أصحاب حاجات نتوق إليك بقضائها يا ابن الزهراء سيدي، على كرور الليالي والأيام، وليجتهدن أئمة الجور وأشياع الضلال على محوه وتطميسه، فلا يزداد إلا علوا. هذا الحسين وين يزيد، ذاك علي وين معاوية. ولذلك دارت روح الدنيا ودارت الدوائر على الطغاة، عروش وكراسي أكل عليها الدهر وشرب، وبقي قبر الحسين قبلة للأحرار تهفو إليه الدموع من كل حدب وصوب. تجول على قبرك أبا عبد الله سيدي، نتوق إليك بقضاء حاجاتنا، نستشفع بك إلى الله، سيما ونحن نستذكر ذلك اليوم الذي أطلقت فيه أختك الحوراء زينب لدمعة أبا لها الكبرياء أن تنزل. ترى أنت لا تتوقع بعض المتعاطفين اللي يقول لك زينب شقت جيبها في مجلس يزيد أو خمشت وجهها أو لا لا حاشا، زينب العظمة، زينب الشموخ الكبرياء، زينب هي التي وقفت وزعزعت عرش يزيد، وقفت وقوفة جبل الأشم وهي مكثورة. لكن أكو وقت للدمعة أن تنزل، لا بس مو في مجلس يزيد، لا تصورها، الوقت يوم رجعوا من مجلس يزيد إلى مفترق طريقين. هي هم شافت طريقين، أكو صاحت بني علي قال بلى، قلت له هذا الطريق وين يروح وذاك الطريق وين يروح، قال عم زينب هذا طريق المدينة وذاك طريق كربلاء. قلت له احنا وين رايحين، قالها رايحين إلى مدينة جدنا. يقول هي اختنقت بعبرتها، هنا لطمت وجهها زينب. الإمام زين العابدين يقول عم زينب انت إلى الآن عندك بعد طاقة تبكي، عم هدئي من روعك على رسلك، ليش تبكين؟ قالت بني وما يقولون عني إخوتي، تركتنا زينب جثث بلا رؤوس. وما يقولون عني إخوتي، تركتنا زينب جثث بلا رؤوس، ولم تأتي لتجديد العهد معنا. بني مر الحادي أي يعرج بنا، وين احنا طلعنا قبل شوي من كربلاء هسه راجعين الكربلاء. الإمام زين العابدين إكراما لزينب أمر، ما كان عنده فكرة يوصل، لكن إكراما لزينب قال له مر بينا على كربلاء. هالزيارة اللي أنتوا إن شاء الله مسجلين فيها ومن تعدادها إن شاء الله ومن المواسين، قال يلا مر بينا على كربلاء. أبو حمزة بعد 30 سنة يسأل الإمام زين العابدين، سئل عن كثير مواقف، لكن من جملتين يقول له سيدي أنت أكثر من 40 يوم مفارق أبوك، سيما أنت دفنت بإيدك، ليش ما بقيت في كربلاء فترة أطول، ليش بقيت هالفترة أو المدة القصيرة؟ يقول له يا أبا حمزة كسرت خاطري عمتي زينب، أنا أشفقت على عمتي زينب لأنني رأيتها تقوم من قابر وتجلس عند قابر، قلت هذه عمتي راح تموت، خليني أطلع من كربلاء لا تموت عمتي زينب. واويلا
وإجت هي تصيح: يا من على رغمي نزلت بقربكم، ردوا سؤال موله في حبكم، أين البدور الساطعات بأرضكم؟ يا نازلي بكربلا، هل عندكم خبر بقتلانا؟ وما أعلامها، ما حال جثة ميت في أرضكم؟ بقيت ثلاثا لا يزار مقامها. يا أخويا كل ظن عدل وأنا اعتنيتك، أخويا كل ظن يا عدل وأنا اعتنيتك، أشوف اللحد يبن أمي لقيت. هي جاية زينب تنعم مناك الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول عطية العوفي: وكان جابر مكفوف البصر أقبلت به، قال لي: ألمسني قبر الحسين. قلت له: عم يا جابر قبوره هواي، أنا ما أندل وين قبر الحسين. شوف جابر شلون أندله، قال له: شممني أو أشممني ثرى القبور، التراب انطيني، أنا أشم أندل الحسين وين؟ رسول الله صادق أمين يقول: حسين مني وأنا من حسين. يقول: كلما مررت بقبر أخذت قبضة من التراب انطيتها الجابر يشمها ويرمي بها، حتى وصلت إلى قبر الحسين، شم قبضة من التراب وقال: بني دلني على القبر صاحب هذا التراب. وضعت يمين جابر، رجع خطوة إلى الخلف، ثم رمى بنفسه ونادى: يا حسين، يا حسين، يا حسين، حبيبا لا يجيب حبيبا سيدي، وأنا لك بالجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجي، وفرق بين رأسك الشريف وبدنك، أشهد أنك ابن خير النبيين وابن سيد المرسلين وسليل التقوى وخامس أصحاب الكساء، وما لك لا تكون كذاك، وقد غذتك أكف سيد المرسلين وربيت في حجر الإيمان. إلى آخر زيارة جابر يزور كربلاء، ماجت بأهلها طفلة صيحة يوابتاه، ويتيمي صيحة يوايتماه، وأخرى تنادي وأخرى تنادي: وحبيب رسول الله. يقول الراوي: فتساقطنا، ها بس شافنا القبور يقول: فتساقطنا بنات الرسالة من على ظهر النياق تساقط الأوراق من الشجر. جابر التفت قال لبني عطية: ما لي أسمع المصر قد ماج بأهله، إن كان جيش يزيد دعنا نتجه إلى مأمن من الأرض، وإن كانوا عيالات الحسين أنت حر لوجهه تعالى. ذهب الغلام سرعان ما رجع ينادي: عم يا جابر قم واستقبل حرم الله وحرم رسول هذا الإمام زين العابدين، قد جاءك بعماته وأخواته. جابر مكفوف، يقوم ويوقع، يقوم ويوقع، صار الإمام بوجهه. قال: من هذا جابر؟ قال: سيدي أنت علي بن الحسين؟ قال: بلى. قال: سيدي فداك جابر، أين أبوك الحسين؟ وويلاه، أين عمك العباس؟ قل له: جابر جابر يا عم جئتك يتيم، وما من مع غير الحريم. بس نسوان، واويلا، نادى جابر: يا عم ماذا المجان ذبحة وحسين ولا العدوان؟ وما يضل شريد من العدنان حتى الطفل ذبحه عطشان، أنا شسائل في جابر ما لي لسان،
أعلى وجوه فرن النسوان لبالهن بالكون واليان. وويلاه تعال شوف النوب الأمهات، طلعنا بأمهات وراجعين بأمهات. ليلى صاحت دلني على قبر ولدي، برداء الإمام زين العابدين تعلقنا ورملة قبر وليدي وين؟ قالها ليلى ذاك قبر أخي علي الأكبر، رملة ذاك قبر ابن عمي القاسم، رباب بعدين تجي حادثة رباب. الآن ويا ليلى، ليلى اجت على قبر علي الأكبر تقول له يا ابني يا ابني يا ابن اردفك القبر بيدي، أنا يا ابني يردفك القبر بيدي وانظر لعد حالة ولادي ويلي فقدي ما الولد يبس وريدي عزيزي علي ولا العيدي. أما رملة فحر قلبي لها تقل له يا ابن اردفك قبر النمت بي. يلا الشباب وينهم يريدون يسجلون أسماءهم في سجل الناعين؟ هاي والله يا ابن اردفك قبر النمت بي. أنا نمت بيه وبيكردك ألف وبيك وصي والله يا قبر جاسم عينك علي. يا قبر جاسم عينك علي بتراب لحدك لا تغطي ترى ما يحمل ابني وخاف تاذي. أما الرباب فإنها سألت عن ولدها فقال لها الإمام زين العابدين لما دفنت والدي الحسين سمعت النداء من نحره الشريف بني علي والسدر ضيعي إلى جنبي. قلت له خلص أنا اندليت ابني وين؟ راحت وين؟ إلى جنب قبر الحسين عفرت خديها بالتراب تقول له يا ابني بجاه أبوك بجاه جدك يا ابني ما تفك لباب لحدك. يا ريت انا حط خدي فايق خد. هذول كل من عنده قبر الا يتيمه ليس لها اب ليس لها قبر، قامت تجول بين القبور. حميده بنت مسلم الله لا يفجعكم باطفالكم ويلا. حميدة تقولها عم زينب أنا ما عندي قبر، تقولها قبر أبوك بعيد، نادت بويا هذا الضمن وزاد وني بويا هذا الضمن وزاد وني بس قبر أبوي بعيد عني. أي مسلم يا أبويا عليها عليك حان. وويلا ندري بيكم انتش منتظرين، ادري بهاي العبره ما تكمل. يلا جايك 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 يا اصحاب الدمعه وين اصحاب الحاجات؟ ادري بيكم ايش منتظرين. الراوي يقول هاي اللي انتم منتظريها ما وقفت ولا انتظرت ان الناقه توقف. تصور اللي انتم منتظريها الناقة جاي تمشي وهي رمت بنفسها من على ظهر الناقة وضمت القبر الشريف إلى صدرها. قل لأخويا كل ظني عدل وانا اعتنيتك. وويلاه أشوب اللحد يا ابن أمي
يا أبا عبد الله صعب عليك سيدي، أترخص منك يا حسين؟ بعد إيش قلت لزينب؟ تقول له لو ينكشف يا حسين قبرك لفك إلا حد وتمدد بكترة. أنا لفك إلا حيد وتمدد بكترك، شبي دردت عمر دون عمر. عندي بعد أبيات للدعاء، هاي أبيات الدعاء. أنتوا هسه بكربلة، هذا الحسين، وهاي بعد تصوروا أكو نساء وحنة وأنة وأطفال، داير مداير هاي المنطقة اللي أنت قاعد بيها تتصور. بعدين القائد زينب قامت، بس قامت مكثورة لاطمة الوجه منتحبة مصفرة اللون، ركضت قبل ماكو مثل الآن سيراميك وشيء، كانت كلها تراب. فلما ركضت زينب وأكو وراها أطفال ونسوان صارت عجة، صارت ترابة. المتأخرين بالأخير صاحوا وين احنا، وين رايحين؟ منا ركضة، منا ركضة وترابكو. يا بنادت للقمر قوما نمشنا لعند اللي تكفلنا منن. صاحت للقمر قوما نمشنا لعند اللي تكفنا منهن. يا عباس نمده يا مجنة، من تلجبتنا من وطننا. أقول الله يساعد قلب العباس، شلون تحمل عتاب زينب؟ هاي أبيات الدعاء. حطت خدها على قبر العباس، عفرت خديها بتراب قبره. الله يرحم حج معين السباك، يرحم كل خدمة الحسين. حج معين يقول قلت لي يا أخويا من الشمات حيود جنيت جنيت، ولو أن غيرك وحشم بي خويا جانت جانت، ما تنشد على اختك وين، على اختك وين. اي اي جانت تشم ديوان طبت لا يا 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 طبت لا يا يا سبي. بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا. يا الله أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله شافي جميع المرضى سيما المنظورين من أهل هذا الجمع، اللهم حوائج المحتاجين غير وبدل سوء حالنا بحسن حال. اللهم انصر من نصر الدين واهلك أعداء الدين بمحمد وآله الطاهرين. احفظ اللهم وأيد وسدد زوار أبي عبد الله الحسين، وابعث اللهم ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، سيما إلى أرواح أموات المؤسسين وإلى من مضى من أهل هذا الجمع. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.